فضيلة الشيخ، لي أخ متوفى عمره حوالي 21 سنة لم يحج ولكنه اعتمر، فهل تجب عليه حجة الإسلام؟ وهل يلزم على الوالد أو أحد الأقارب أن يحج عنه أم ليس بالضرورة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. حجة الإسلام لا تجب إلا على من استطاع إليه أي إلى البيت. نعم. فمن لم يكن عنده مال فإنه لا يستطيع إليه. فهذا الأخ الذي مات وله 21 سنة إذا لم يكن عنده مال فليس عليه حج، لأنه لا يمكن أن يصل إلى البيت ماشيا، وإذا لم يكن عنده مال فلا حج عليه. وعلى هذا فاطمئنوا ولا تقلقوا من كونه لم يحج لأنه لا حج عليه. ونظير ذلك الرجل الفقير، هل عليه زكاة؟ والجواب ليس عليه زكاة. فإذا مات وهو لم يزكي فإننا لا نقلق من أجل ذلك. فمن ليس عنده مال فلا زكاة عليه ويلقى ربه وهو خير آتي، ومن لم يستطع الوصول البيت لعجز مالي فلا حج عليه فيلقى ربه وهو غير آتي. لكن لو أراد أحد منكم أن يتطوع ويحج عن هذا الميت فلا حرج، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم. بارك الله فيكم.